مشاهدي قناة الساحل تي في، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في متابعة للقاء الرابطة الثالثة لكرة القدم بين الهلال الرياضي بمساكن والأمل الرياضي بحفوز. تابعونا في هذا التقرير. والله الحمد لله، ظهر انسان رياضي تبع في كلامي. الحمد لله اني نحب نحط الماتش تاع في اطاره، صار لي ان ديبلوكاج مورال للوليدات صدقني، معناها نفسانيا مش كرويا، فهمتني؟ الحمد لله رغم النقص رجعنا في المباريات، والحمد لله معناها النتيجه تبعت اليوم، خاطر المباراتين اللي تعداوا الحقيقه كان ثم لعبه النتيجه ما تبعتش. الحمد لله اليوم لعب ونتيجه رغم النقص. نرجع نشكر اللاعيبه، الناس اللي وقفت، الناس اللي ساندت لاخر وقت. ان شاء الله مازالوا 9 مباريات، بارك الله، معناها 27 بوان، كل شيء ممكن، مساكن ديما مراتبها الفوق، وان شاء الله ديما نقعدوا الفوق ان شاء الله. رغم النقص الغيابات 7 ولا 8 ملاعبيه معنا اساسيين، عدينا مقابله باهيه، كورنا، لعبنا على امكانياتنا. اغلاط تحكيميه كل نهار حد هي كيما لحد الفات ولا حد قبله، ومبروك عليهم الانتصار. الحمد لله جات النتيجه، ونشكر الملاعبيه عملوا ايفور كبير باش جات، خاطر رضعنا من الاول بحق، جاتنا فرص من الاول وضاعت. ان شاء الله هذه مش نبنيو على الايجابيات الموجوده اليوم، رغم اللي ثم سلبيات كبيره، يعني كي يخرج لك ديفونسور واللي هو معناتها عنده خبره كبيره بكارتون ثانيه، بالحق يحس نفسه، خاطر الجمعه الجايه نلعبوا في ديبلاسمون ومقابله نتاع اعصاب ومقابله نخسروه معناتها، ونورمالمون ما يلزموش يخرج بكارتون كيما كاك. مباراه حقيقه متوسطه بين الفريقين، ما شفناش مقابله بعراقه واسم الفريقين، هلال مساكن هذا الفريق العريق، نقول هلال مساكن، نقول زبير بيا، نقول صلاح الدين الشاطي، ما شفناش اليوم الفريق هلال مساكن، ربما بسبب الغيابات البارزه، كذلك امل حفوز تقريبا 8 غيابات بارزه، هدف الفريق منصور المراحي، غياب مجدي الغرسلاوي، غياب خالد الرويني، اسماء كبيره، ما شفناش فريق صراحه. لقاء بالنسبه لي انا لقاء متوسط.